السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معرض القاهرة الدولي للكتاب رقم 52 بيبدأ من 30 يونيو إلى 15 يوليو 2021. طبعا المعرض ده مهم جدا ويحتاج إلى أننا نتكلم عنه مع الإخوة والأخوات. وأهم حاجة في الموضوع إزاي تخش المعرض القاهرة الدولي للكتاب ده مجانا. فهنا الصفحة بتاعت معرض القاهرة الدولي للكتاب، الصفحة الرسمية بتديك اللينك إزاي تحجز من خلال الدخول على موقع المعرض اللي هو قدام حضرتك ده، اللي هو https://cairobookfair.jebo.gov.eg. أحاول أفتحه لحضراتكم ونشوف إزاي هنقدم. بيقول لك هنا إيه، اضغط على خيار احجز تذكرتك، وبتدخل بيانات الشخصية المطلوبة، ويقوم الزائر باختيار اليوم المحدد للزيارة بنفسه، وبعد الانتهاء من عملية التسجيل سيجرى إرسال أو سيجري إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة. ويمكن لكل شخص حجز 4 تذاكر سواء في يوم واحد أو على مدار مدة المعرض. والمواعيد اليومية هي إن المعرض مفتوح للجمهور بداية من 1 يوليو 2021 حتى 15 يوليو، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 1 الظهر حتى الساعة 10 مساء. المكان فين؟ مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية. لوكيشن المعرض هنا عارضينه، حاول كده أشوف فين الشاشة بتاعته. ده اللوكيشن بتاع المعرض الدولي للكتاب. طيب لو رجعنا تاني للصفحة بتاعت المعرض الدولي للكتاب الشخصية اللي هي الأساسية اللي الناس بتحجز منها، هنسيب بقى نخش الصفحة نشوف هنقدر نحجز منها ولا لأ. ما فيش حاجة. جت اهي، معرض القاهرة الدولي للكتاب من 30 يونيو إلى 15 يوليو 2021. يقول لك لحجز الرحلات تواصل على الرقم ده. ما مش عارف هل تتصل مع الرقم ده ولا لأ. هنا بيقول لك احصل على التذاكر الآن. طيب هنحصل على التذاكر الآن ازاي؟ معلومات التذكرة، التاريخ، تاريخ الحجز، اكمل شراء التذاكر كمستخدم جديد او قم بتسجيل الدخول، الاسم الاول، اسم العائلة، التذاكر، البريد الالكتروني. يعني هي دي البيانات المطلوبة. ننزل كده تحت نشوف هل في حاجات تانية، مش عارف لكل لحظة قصة، اشترك شهرين بسعر شهر واحد. انا مش قادر افهم ايه دوا، بس انا بعرضه لحضراتكم وحضراتكم تقرروا. معرض الكتاب برعاية الناس دي.
وفي فعاليات هنا، فعاليات من أول يوليو، 7 فعاليات جمعة، 2 برضو. كل حاجة ايه تدوس عليها تطلع لك الفعاليات بتاعتها. طب نشوف كده، هل هينفع دي؟ مبنجيبش حاجة. طب دي، طب دي، يوم السبت ده فيه 28 فعالية، يوم السبت ده فيه حاجات كتير، 28. طب والحد 4 يونيو النهاردة في الفعاليات دي كلها. طبعا مش عايز اطول عليك في الفيديو، ولكن حضرتك ممكن تخش على الكلام ده من اللينك اللي انا هسيبه لك تحت الفيديو، وفي هنا برضو بعض البيانات عشان اوفر عليك الوقت، يعني بدور النشر اللي هي مشتركة في المعرض ده.